النادي الاهلي ما يخش طرف. حتى نادي الزمالك هو بيتكلم في بيانه هو مش مدخل نادي الاهلي، هو بيتكلم المباريات بشكل عام في الدوري الممتاز وانها تبقى فيها مبدا تكافؤ الفرص. طبعا كابتن ايمن الشريعه، استاذ ايمن الشريعه رئيس نادي انبي، والحقيقه ببارك له زي ما بقول كده. النهارده عملوا ماتش جميل وفوز مهم جدا بالنسبه لهم، بيروحوا بيه للمركز الرابع. استاذ ايمن تحياتي لحضرتك. كابتن فاروق ازيك، اخبارك ايه؟ ربنا يخليك استاذ ايمن، مبروك. والحقيقه بتقدموا شكل رائع الحقيقه في الموسم اللي احنا فيه دلوقتي. وانا كنت بسال كابتن محمد اسماعيل على معدل اعمار او متوسط اعمار، يقول لي 24. اعتقد ده معدل اعمار هايل الحقيقه بالنسبه للنادي الاهلي. 24.4 ما شاء الله، حلو. عندك مستقبل ما شاء الله في الفريق لسنين طويله ان شاء الله. عندنا مستقبل وعندنا كباتن فرقه برضو موجودين حاكمين الخبرات، عجوز وعلي فوزي واحمد يوسف والبلغوطي، يعني في مجموعه كده برضو اللي هم كباتن الفريق اللي بيبقوا يعرفوا يتحكموا في كل حاجة ويعرفوا يديهم خبراتهم برضو وثباتهم في الملعب. بقدم لهم كل التحية طبعا. ما شاء الله ما شاء الله، مبروك، ألف مبروك. سؤالين يعني خاص بما يحدث حقيقة في الكرة في مصر. هل حضرتك اتبلغتوا بمواعيد المباراة الخاصة بالأهلي ومباراة نادي الزمالك المؤجلة؟ بص يا كابتن، بس علشان يعني تبقى الأمور في نصابها، خلينا بس نبقى ايه، علشان انا عارف ان الموضوع كبير وكابتن ابراهيم موجود وتحياتي طبعا. الفكره مش فكره المؤجلات ولا مش مؤجلات. هل في، خلينا يعني ما نشعفش القضيه ونحددها من غير ما نشخصن الامور. اتفضل. لا اهلي ولا زمالك. اكيد احنا بنتكلم ولا اهلي ولا زمالك، احنا بنتكلم لمصلحه الكوره ومصلحه الانديه. خلينا نتكلم اداره. لما نرجع للاداره والترابيزه الراوند تيبل نريح نفسنا. هل هناك خلل في منظومه اداره الكره؟ نعم هناك خلل، خلاص عشان بس نقفل الموضوع ده. الخلل بقى جاي من لجنه مسابقات. في جزء طبعا كبير لاخر الطريق كده يخص لجنه المسابقات او اداره المسابقات. فيما يخص الجدول او اعلاننا احنا، اعلان او تم اعلاننا زي بقيه النوادي في شهر 2 زي ما هم بيقولوا. بس خلي بالك، انا عندي حاله النادي الاهلي تحديدا مثلا. انا النادي الاهلي كان 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 في استدعاء للمنتخب، لو تفتكر اللغط اللي حصل في استدعاء المنتخب كانت صدفه الماتش الاهلي، وتم تاجيله، ده ما كانش من ضمن المؤجلات، وتم رجوعه، ده ما كانش من ضمن الرجوع. عشان بس تبقى عارف. وعلى فكره انا بحسب حسبه تانية. انا بقول دايما الاهلي، يعني انا كنت بلعب مع، نفترض الاهلي الزمالك اي نادي كبير صغير حصل له دخل في جدول المؤجلات، مجرد ما يخش في جدول المؤجلات النظام الاداري والمؤسسي بيقول بدل دخل في جدول المؤجلات يبقى يتحط في سيكونس جدول المؤجلات. ما ينفعش تطلعه لي فجاه ويروح داخل في النظامي. بدل طلع في جدول المؤجلات يفضل في جدول المؤجلات. ده حصل ازاي بقى؟ لما طلع الاهلي في جدول المؤجلات وجلس 16 ولعبت بعد كده فرقه على طول، رجعوا من المنتخب قال لك هيلعب ان انبي يلعب مع الاهلي. كان قبل العيد بيوم تقريبا. بس انبي لما لعب مع الاهلي دي كانت الجوله ال 16. رغم ان الجوله التاسعه والعشره وال11 وال12 للاهلي ما اتلعبتش. طب انت حضرتك هنا ساعتها ما قلتش انا يعني ما تمش اختاري بالمباراه دي كانها مؤجله قبل كده. لا هم اختاروني بالتاجيل. تمام، بس ما ادوش الميعاد. لا اختاروني بالتاجيل. الميعاد طلع فجاه. لا اختاروني بالتاجيل، ما فيش، اجله وما قالوش امتى. وبعديها بعد ما اتظبط القصه بتاعت استدعاء المنتخب والمنتخب رجع هنلعب الماتش، كان لسه كان باقي تقريبا 5 ايام او اسبوع حاجه كده، يعني هنلعب ماتش يوم كذا. شافها ازاي بقى لجنه المسابقات؟ شافت ان الوقت ده فاضي. لامبي فاضي والاهلي فاضي. العبوا. لا ده غير ده. لا بص يا فندم، ده غير مقبول حتى لو فاضي. لان انا عندي برضو في، هم عندهم فاهمونا كده في الكوره، في احمال تدريبيه طبعا. وفي نظام طبعا. وفي حاجات، فما ينفعش تيجي تكلمني في احتراف والاقيها فجاه بتقولي ده فاضي وده فاضي يلا نعمل كذا. فخلينا نتفق على حاجه. الحاجه الثانيه المهمه، طب ما انا متاجل لي ماتش الزمالك. انا ما تحددليش ماتش الزمالك لغايه دلوقتي. ما انا مش ماتش، مش انا في الكونفدراليه بسبب الكونفدراليه بتاعت الزمالك اتاجل لي الماتش بتاعهم؟ ما تحددش. فانا الشاهد في الموضوع بس يا كابتن عشان نريح نفسنا، في خلل طبعا، في خلل. الحل بقى ان احنا نقعد مبدئيا. اللي تسبب في الخلل لابد ان تنقطع علاقته بالكره المصريه.
على طول يعني. انتوا كرابطه انديه وحضرتك عضو فيها او نادي الانبي عضو فيها، هي دي مشكلة حقيقيه. اه يعني انتوا مش عارفين ايه مين مين السبب في الخلل ده؟ لا 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 آه. احنا النهارده انا اكتشفت وانا قاعد كده بنجهز للماتش بتاع النهارده ان كل الصفحات الرياضيه بتقول ان في توضيح طالع من رابطه الانديه للاختلافات بتاعه الجدول، برغم ان انا ما اتبلغتش كنادي ومن ضمن تكوين رابطه الانديه. فاصبت بصراحه بالاحباط. ليه؟ لان ما ينفعش تاني برضو الكلام ده اتعودنا عليه من الاتحاد. الاتحاد بنبعت لهم ما يردوش علينا، انما رابطه الانديه انا مكون رئيسي فيها. صحيح. و18 نادي مفهومش كبير وصغير، هم 18 نادي. هم دول المكونين. فما ينفعش تتعامل معايا معامله عاديه، لا ده انا تكوينك. انا معايا المفتاح ومعايا الباب. تمام. فلما الاقي التوضيح طالع على مواقع وانا ما توضحليش انا احنا من ضمن اصحاب المشكله، لا هناك ازمه. والله استاذ ايمن يعني الموضوع زي ما انت قلت كده كبير، ونتمنى ان السنه الجايه الموضوع يختلف. مهم جدا استاذ ايمن يبقى تواجد حضرتك معانا في يوم من الايام ونتكلم باستفاضه اكتر يعني الحقيقه في موضوع رابطه الانديه وازاي نحل مشكله المسابقه الحقيقه في تنظيمها وترتيبها، وكثير امور كتير جدا محتاجين نتكلم فيها. استاذ ايمن الشريعي طبعا واحد من الشخصيات المحترمه واداره نادي الحقيقه اداره نادي انبي بتقوم الحقيقه بمجهود كبير جدا واضح جدا من وجودهم الحقيقه في ترتيب جدول الدوري. استاذ ايمن الشريعي بشكرك شكرا جزيلا رئيس نادي انبي. هطلع لفاصل والحقيقه عشان بس ضيوفنا كابتن مجدي طلبه كابتن محمود ابو الدهب معانا، وهنتكلم الحقيقه على الدوري المصري ومباراه امبارح في نفس الوقت